نشرة مفصلة من أخبار الـ MTV، أهلا بكم. مساء الخير. حلت أزمة رواتب موظفي القطاع العام باستدارة سياسية بلبوس قانونية سيتمكن عبرها الموظفون الصائمون من الإفطار بعد مذلة. حلت على صعيد تعيينات العمداء في الجامعة اللبنانية باستدارة مشابهة ففك أسر الصرح الوطني الأكاديمي الأكبر بعد مذلة أيضا. وبقيت عالقة وسط المذلة سلسلة الرواتب التي تأسر عشرات الآلاف من الطلاب المهددين بتطيير عامهم الجامعي. ووسط المذلة أيضا يبقى عالقا موقع رئيس الجمهورية الممنوع تعبئته بفعل الانقلاب على الدستور. وللدلالة على كبر المذلة اللبنانية، فقد انتخب البرلمان العراقي رئيسا كرديا للجمهورية، واحترم النواب فروض الدستور معتبرين أن محاربة داعش الذي يقدم دولتهم تبدأ من تصليب عمل المؤسسات، فيما بعض نواب الأمة اللبنانية وقياداتها يستدعون داعش ومشتقاته من خلال فكفكة ما بقي واقفا من مؤسسات الدولة وطقوسها الدستورية. والأنكى أن بعض المسيحيين منهم يتباكى على مسيحيي الموصل ويدعون إلى نجدتهم. وبما أن المصائب لا تأتي منفردة، فقد أدى سقوط طائرة ركاب جزائرية فوق مالي إلى سقوط 116 مسافرا بينهم 20 لبنانيا. أما في الإقليم فلا تزال غزة تحت النار الإسرائيلية، ولم تنجح المساعي حتى الساعة في التوصل إلى وقف للنار. فإسرائيل التي لم يحقق جيشها الكثير على صعيد ضرب حماس وبناها التحتية وأنفاقها، تستغل الميوعة الدولية لمحاولة تحقيق مكاسب نوعية على الأرض إنقاذا لماء الوجه ولخلق واقع تفاوضي مريح. هذا التكتيك ليس مجديا على الصعيد العسكري، إضافة إلى أنه يتسبب بمجازر حقيقية يدفع ثمنها المدنيون. محصلة اليوم 107 شهداء والمحصلة أكثر من 600 جريح. البداية من كارثة الطائرة الجزائرية. تقرير جان أخون. في زمن بات يصح فيه لقب زمن كوارث الطيران، أضيفت الطائرة الجزائرية إلى زميلاتها في الأيام الماضية التي انتهت رحلاتها بشكل مأساوي، ومنها الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا والطائرة التايوانية. الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت فقدان الاتصال مع إحدى طائراتها المستأجرة من شركة سويفت إير الإسبانية، وعلى متنها 116 شخصا بينهم أكثر من 20 لبنانيا. الطائرة كانت متوجهة من واغادوغو إلى الجزائر، وفقد الاتصال بها عند وجودها فوق غاو في شمال مالي، حيث لا يزال الوضع متوترا في أعقاب احتلال الجماعات الإسلامية الجهادية المنطقة وتدخل القوى الدولية بقيادة فرنسا لإخراجها منها. أقلعت الطائرة من عاصمة بوركينا فاسو وتحطمت بعد 50 دقيقة فقط، وقد أعلن عن جنسيات الركاب الذين توزعوا كالآتي: 51 فرنسيا، 24 من بوركينا فاسو، 20 لبنانيا، 6 جزائريين، 6 إسبان من طاقم الطائرة، و9 من جنسيات مختلفة. الطائرة لم تكن بعيدة من الحدود الجزائرية عندما طلب من الطاقم تغيير مسارها بسبب سوء الرؤية، وتفاديا لمخاطر اصطدام مع طائرة أخرى تقوم برحلة بين الجزائر وباماكو، لكن الاتصال انقطع معها بعد تغيير مسارها. إذن حصت لبنان من كارثة الطائرة الجزائرية 20 ضحية من بلدات عين طور المتن وصريفة وساحل علمة، حيث ينضم إلينا جورج عيد من أحد المنازل أو من منزل أحد المفقودين مباشرة. جورج، من هو المفقود الذي أنت في منزله؟ هل هو شخص واحد أو عائلة، بحيث أن هناك عائلات بأكملها قضت في هذه الطائرة؟ طبعا هي يعني هو فقدان شخص واحد، ولكن هي مأساة عائلة، عائلة الرستم اليوم يعني تنتظر أي معلومة عن ابنها، طالما لم تتبلغ من السلطات الرسمية بعد أي شيء، إنها تتابع كما يتابع اللبنانيون هذا الخبر عبر وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المحلية والدولية. وقد تابعنا أيضا وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس يعلن عن عثور طائرات مقاتلات ميراج 2000 على حطام الطائرة الجزائرية في مالي، ويذكر أنها كانت
كانت قد أقلعت في الساعة الواحدة بتوقيت الجزائر طبعا إلى لبنان، ولكن كان من المتوقع أن يكون هناك وقفة في مطار الجزائر، ولكنها لسوء الحظ فقد الاتصال معها، وكما تشير المعلومات الطائرة تحطمت ولم يعني ينجو أحد من أطقمها. إلى جانبي هنا خادم رعية بوركينا فاسو الأب نبيل شلهوب. أبونا نبيل، أنا بشكرك لك معنا، وبدي أسألك اليوم حضرتك على معرفة من يعني وبتعرف كل الأشخاص اللي فقدوا اليوم، أول شيء كيف تلقت العائلة اللي وكبتها اليوم هذه المأساة؟ هلا عبكرة شيء 9:30 تقريبا تلقيت أنا على الموبايل تبعي خبر فقدان الاتصال بالطائرة الجزائرية. هي بين قوسين هي طائرة مستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، طيارة إسبانية فقد الاتصال فيها. اتصلت أنا بالأهل لأن أنا عارف أنه كان في فادي رستم جاي، وأنا تربطني بالعائلة صداقة خاصة مع فادي. اتصلت بساعة الأنصل خيو تنشوف إذا عارف شيء، قال لي هلأ بعد ما معرفنا شيء. عرفت بعدين أنه في مش بس فادي، عرفت أنه تلقيت في 20 شخص من أبناء رعيتي مسلمين ومسيحيين. أنا إذا بقول من أبناء رعيتي يعني المسلم بيعتبره أيضا من أبناء الرعية. عرفت بي 20 شخص، عملت اتصالات قدرت اتواصلت مع البعض منهم، وبحكم انه حضوري هون وثائبت انه اخذت المقابله معكم وانا بداره بيت رستم. المبكي انه اللبناني هو الذي يدفع الثمن دائما. ما بننسى نحن طياره كوتونو من 10 سنين تقريبا اكثر شوي، وكيف انه راحوا ضحيتها كذا لبناني وعيال اصيبت بنكبات، وهلا نحن بالطائره اذا بدنا بين قوسين الطائره الجزائريه. يعني ما بعرف انه اللبناني اللي بفتكر اكثر شيء جامعات افريقيا هن اللي بضل عندهم هل الحضور على لبنان غير الدول اللي الموجوده. حضرتك بتروح وبتجي على الطيران؟ انا بروح وبجي. هل لاحظت شيء مره انه في شيء مخيف بالطيران؟ هلا مش قصه مخيف، بس يمكن من السهل نحن تروح الميدل ايست لعنا لهونيك، مثل ما بتوصل الميدل ايست على أبيجان، بتوصل على نيجيريا، بتوصل على غانا. بفتكر في بوركينا فاسو، في مالي، في النيجر، في كوتونو، في البناء، في توغو، هدول بحق لهم بطيارة تبقى تاخد هاللبنانية. نحن منا تكنيسيان ما بنعرف، بس يمكن عنا شوي ثقة بطياراننا من دون ما نكون عم نزن بالطيران اللي عم بيخدنا، ولكن هذا متوفر. شكرا لك أبونا. على كل حال سنستمع أيضا إلى رئيس بلدية عنتورة المتن جورج الحاج، الذي يعني كمان أكد لنا أنه كان هالطيران مستخدم من قبل اللبنانيين اللي عم يجوا، بإضافة إلى طيران أير فرانس، هي شركات أساسية بتنقل اللبنانيين وكل الركاب من بوركينا فاسو إلى الجزائر وإلى لبنان أحيانا. رح نستمع سوا. من الأشخاص اللي كانوا موجودين بالطيارة في 2 من عنتورة مضيعتنا هن جوزيف الحاج وفادي رستم. لهم تقريبا أكثر من 25 سنة بأفريقيا عم يشتغلوا، ولسوء الحظ قدرهم كان أنه يكونوا موجودين بهالطيارة. في عيال لسوء الحظ كمان، في عيال كاملة كانت بهالطيارة من الجنوب، وفي أفراد في أشخاص نعرفهم من جوني كمان كانوا موجودين. والحقيقة الأنصلية اللبنانية بواغادوغو عملت كل جهدها لحتى تقدر تعرف شو عم بيصير وتبلغنا تدريجيا بالنتائج الحدث. يعني صريفة وحريص الجنوبيتان تدفعان الثمن الأغلى في الكارثة الجزائرية. تقرير هيثم خوند. هذه المرة ليست الأرض مهتزة في صريفة الجنوبية المعروفة بهزاتها الأرضية، بل هي السماء خانتها وسرقت منها رندة بسمة ظاهر وابتسامات أطفالها الثلاثة علي وصلاح وشيماء، الذين ارتفعوا إلى جنان الخلد بعدما هوت بهم الطائرة الجزائرية المنكوبة. في هذا المنزل شرعت الأبواب لدخول الحزن الكبير.
وما عاد لحد هلا ما عرفنا شيء. سمعنا من الاخبار مثل ما قالوا انه الطياره مفقوده وما حدش عارف شيء. هي هي ويما قلت لهم زمان صار لهم شيء 20 سنه قلت لهم 4 سنين مش جايين لهون جايين بدنا عايدوا يشوفوا عماتهم. الجارة حريص دفعت هي الأخرى ثمنا مروعا لكارثة الطائرة الجزائرية. فمنجي حسن وزوجته نجوى وأولادهما الأربعة الذين غادروا الوطن إلى بوركينا فاسو سعيا وراء تأمين الحياة الكريمة لم تكتب لهم الحياة أبعد من الخميس المشؤوم. وهنا في البلدة الثكلة عائلة وأقارب وأصدقاء لم يفيقوا بعد من هول الصدمة التي ألمت بهم. ما صارش في أي متابعة ميدانية من قبل وزارة المغتربين عندنا هون، يعني مثل ما شاءت الظروف. هلا بالاخر نحن ما بنحمل مسؤوليه اكيد للدوله بموضوع وقوع الطائره، لانه حدث عادي بيصير، معرض انه يصير بكل الامور التقنيه بتصير، بس للاسف الدوله يعني بتحمل جزء المسؤوليه بموضوع المتابعه، اخبارنا، توصيل المعلومات، تاكيد الاخبار عن الوفيات. هكذا هو اللبناني الذي اينما حل لاحقته المصائب والسبب دائما، وطن لم يقدم له فرصه البقاء والعيش بأمن وبسلام. ورد إلى وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان في أبيجان تقريرا أوليا يفيد أن الطائرة الجزائرية التي انقطع الاتصال بها فوق أجواء جمهورية مالي قد أقلعت من مطار واغادوغو بوركينا فاسو باتجاه الجزائر. ووفق تلك المعلومات الأولية كان على متن الطائرة 20 لبنانيا. وطلبت الخارجية لائحة كاملة بأسماء الركاب للتأكد من عدم وجود ضحايا لبنانيين آخرين. 7 ساعات من النقاش الحكومي كانت منتجة ولو أنها أتت نتيجة بعض التسويات. تقرير دونيز رحمي فخري. تقاسم مجلس عمداء الجامعة اللبنانية وحصل كل فريق على حصته، فمر الملف ومعه التفرغ من دون مشكلة. مهد قرار الاشتراكي التخلي عن كلية السياحة للتسوية، فاقترح وزير التربية الياس بوصعب على حزب الكتائب عمادة الكلية ومعها عمدان مفوضان للحكومة من حصة الكتائب فقبلوا، وهكذا عين 15 عميدا بمحاصصة كان يمكن أن تكون أسوأ لو بقيت بالصيغة السابقة على حد قول الوزير ميشيل فرعون. هذا وسجل على هامش جلسة الحكومة لقاء مصالحة بين بوصعب والوزير سجعان أزي، وصفه الأخير بأنه لقاء غسل القلوب كانت سبقته لفتة من بوصعب الذي بادر قصد بقبلة في بداية الجلسة. وكما التسوية في الجامعة اللبنانية كذلك في ملف رواتب الموظفين انتهى الخلاف بقرار لمجلس الوزراء طبخ خارجه. أصر الوزير علي حسن خليل على وصفه بالمؤقت ويقضي بصرف الرواتب من احتياط الموازنة على أن تبدأ عملية دفع الرواتب بدءا من صباح الجمعة. بالملخص ما زلنا ملتزمين بالقانون على حساب عصر الإنفاق في الوزارات المختلفة، ما زالت الحاجة قائمة وبأسرع وقت ولمصلحة الدولة ومؤسساتها للذهاب إلى المجلس النيابي وإقرار قانون جديد. ناقش مجلس الوزراء الخطة الأمنية في طرابلس واتخذ قرارا بناء على طلب الوزيرين نهاد المشنوق وأشرف ريفي، نص على إلغاء وثائق الاتصال التي تتم التوقيفات على أساسها، وكذلك إلغاء لوائح الإطلاق التي لا ترفق بقرار قضائي، وهما إجراءان يعودان لزمن الوصاية السورية. وفي مؤشر لتمايز بدأ في الجلسة الماضية واستمر في الحالية بين حزب الله والتيار الوطني الحر، حصلت مواجهة حادة بين الوزيرين جبران باسيل وحسين الحاش حسن على خلفية البند المتعلق بالتوظيفات في وزارة الصناعة، حيث رفض باسيل الأمر معترضا على فتح باب التوظيفات في المرحلة الحالية، فعلى صوت الحاش حسن ووقف عن كرسيه متوجها بنبرة حادة إلى باسيل بالقول إن مجلس الخدمة المدنية وافق على هذه التوظيفات فلما توقيفها؟ فرد باسيل بنبرة مماثلة مدافعا عن موقفه قبل أن يطلب الحاش حسن سحب الموضوع من التداول. هيئة العلماء المسلمين في لبنان ترفع نبرة خطابها تجاه الدولة اللبنانية برمتها، وتدعو العقلاء من الطوائف الأخرى إلى الإسهام في كف الظلم عن أهل السنة إنقاذا للبنان من فتنة لا تبقي ولا تذر. حسين خريس.
اختارت هيئة العلماء المسلمين طرابلس للإعلان عن مقررات مؤتمرها الطارئ على خلفية اعتقال الناشط الإسلامي الحاج حسام الصباغ، وكانت وعدت مناصري الرجل بمعالجة الملف عبر القنوات السياسية والعسكرية والأطر القانونية بعدما امتصت ردة فعل الشارع. الهيئة تعهدت قول الحق في وجه الظلم الممنهج الذي يمارس على السنة بتدمير من حزب إيران على حد تعبيرها وتنفيذ بعض أجهزة الدولة كما استهلت بيانها، مشيرة إلى أن هذا الظلم يأخذ طابعا رسميا ما يحمل كل الدولة المسؤولية الكاملة. الكيل بمكيالين فيما يتعلق بتعاطي اللبنانيين في الشأن السوري، جعل الشباب المسلم السني فيما يشبه السجن الكبير بسبب وثائق الاتصال الصادرة في حق الآلاف منهم، التعامل باستنسابية فيما يتعلق بأحداث طرابلس لم تشمل الخطة الأمنية إلا مناطق المسلمين السنة، وبشكل كيدي الاستمرار في احتجاز شيخ المقاومة في كفر شوبة الدكتور حسين عطوي، تجاهل الحكومة وأجهزتها لقضية الشيخ البقاعي أرفان المعربوني. ستقوم الهيئة بكل ما يتوجب عليها لرفع هذه المظالم عن أهلها، ويفرج عن جميع المعتقلين ظلماً وتعسفاً في أسرع وقت ممكن، وعلى رأسهم الحاج حسام الصباغ صمام الأمان. وعلمت الام تي في ان الجناح المتطرف لبعض السلفيين المؤيدين لداعش شمت باعتقال الصباغ الذي كان على خصومة معه باعتبار انه كان بمثابة المفرمل لدعوات التحريض التي كان يوجهها المتطرفون الى الشارع السلفي المعتدل من اجل ارتكاب اعمال تمس هيبة الدولة. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أكد أن الوضع اللبناني يواجه عدة أخطار وفي مقدمها استمرار الفراغ في سدة الرئاسة. الحريري وخلال إفطار قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل شدد على أن المشكلة اليوم هي مع حزب الله الذي يحترف التخريب ويضع على كاهل القوى السياسية الأخرى هم إصلاح ما أفسده جراء الارتهان للأجندة الإيرانية. حزب الله الذي لم يكتفي بالتعامل مع الدولة اللبنانية بمنطق المزرعة بل تحول إلى تهديد للاستقرار المعيشي والاقتصادي، فتارة يجر لبنان إلى حروب لم يكن يعلم بنتائجها، يتدخل في شؤون دول عربية شقيقة. وفي العامين الماضيين أدخلنا حزب الله في مستنقع الحرب السورية، وجر أهوال تلك الحرب على لبنان من سيارات مفخخة إلى انتحاريين، مروراً بانتهاك السيادة اللبنانية على الحدود. اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عبر المستقبل أن مبادرة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ممتازة جدا ويجب أن تنفذ، وهي تمثل خارطة الطريق لإنجاز الانتخابات الرئاسية. الراعي جدد مطالبته رئيس مجلس النواب والنواب الالتزام بالدستور الذي يوجب على المجلس أن ينتخب فورا رئيسا للجمهورية، أي أن يلتئم يوميا لهذه الغاية ولا يكون إلا هيئة انتخابية لا اشتراعية. الراعي وفي خلال عشاء اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام اعتبر أنه لم يخطر في بال أحد أن تعود منظمة داعش بالإنسانية والمدنية إلى هذا الحد من التراجع إلى الوراء وتهديد المسيحيين. ففي لبنان السادة النواب نواب الأمة يطعنون مرة أخرى واليوم بالذات كرامة رئاسة الجمهورية وكرامة الشعب اللبناني ولبنان بعدم اكتمال النصاب والإحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية، وبخاصة بعد مرور 4 أشهر. أإلى هذا الحد هم مكبلون في قراراتهم وآرائهم وحرياتهم ومرتهنون لمصالح شخصية؟ إننا نقول لجماعة داعش واحدة فقط تجمعنا بكم، هي إنسانية الإنسان. تعالوا نتحاور ونتفاهم على هذا الأساس، فلا قيم الدين تجمع بيننا وأنتم تنقضون جوهر الإسلام وتعليمه. النائب محمد رعد يزور مفتي الجمهورية للتضامن مع غزة ويؤكد أن العلاقة مع تيار المستقبل منقطعة بالكامل.
في وقفة تضامنية مع غزة التي ترزح تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إلى إعادة القضية المركزية أي فلسطين إلى أنظمة الحكم، لافتا إلى أن انتصار المقاومة في لبنان على إسرائيل عام 2006 مثال للفلسطينيين في مقاومتهم الآن. نحن إذا كنا نختلف مع الآخرين فإنما نختلف حول رؤيتهم الخاطئة لخيار المقاومة. المقاومة هناك تنهي العدوان الإسرائيلي، والمقاومة هنا تسبب كارثة للبلد. رعد أكد أن العلاقة مع تيار المستقبل منقطعة بالكامل. نحن مع أن تأخذ المؤسسات الدستورية دورها الطبيعي وأن تجدد لنفسها عبر آليات انتخاب طبيعية، وعندما يحصل تعثر يعني مفجع في الحقيقة نقول لكل حادث حديث وسنتصرف في ضوء مصلحته. هذا وأكد رعد متابعة كل المساعي والجهود من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي والذي يجب أن يكون وفق شروط المقاومة. بعد 60 يوما من عرض تقرير للام تي في أضاء بالصورة على إطلاق أحد المسلحين النار من على أحد أسطح المباني في الضاحية الجنوبية وتفوهه بكلام ناب ومثير للنعرات الطائفية، تمكنت قوى الأمن الداخلي من تحديد هويته ويدعى عين حي، وهو لبناني مواليد 71 تم إلقاء القبض عليه بعد تحريات واستقصاءات قامت بها مفرزة الضاحية في الشرطة القضائية، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية. ألغيت صفحة لواء أحاري سنة بعلبك على موقع تويتر، ولا يمكن للباحث عن الصفحة على الموقع إيجادها، وكان أطلق الحساب عدة تغريدات آخرها تهديد المسيحيين في لبنان. أقدم مجهولون يستقلون سيارة بيكاب على إطلاق النار باتجاه رئيس بلدية اللبوي رامز أمهز في ساحة البلدة وفروا باتجاه طرقات فرعية. بعد الإعلان كنائس الموصل بعهدة داعش. والزانية في السودان ضيفة البابا. البحث عن الحل السياسي لا يزال قائما في غزة إلى جانب استمرار العملية البرية الإسرائيلية. في المقابل تستمر حماس باستهداف تل أبيب بالصواريخ. مراسلنا مجد الحلبي في تقرير للإم تي في. الحرب على غزة تشتد، والسكان يبحثون عن أماكن يحتمون فيها من الموت القادم، ففي حين تستمر الاشتباكات والمواجهات وتشتد عملية إسرائيل البرية والجوية في القطاع، تتوحد الآراء الغزية بكل فصائلها على ضرورة محاسبة إسرائيل دوليا. سيلاحق مجرمي الاحتلال، سيلاحق هذا الاحتلال المجرم، سيلاحق ضباطه وجنوده وقادة هذا البلد الذي يأتي ليقتل ويدمر كل أمل فلسطيني. نقول لهم هيهات، سنحقق حلمنا وسينتهي احتلالكم. إلى ذلك يستمر الجيش الإسرائيلي في الكشف عن الأنفاق وتدميرها، حيث باتت الأنفاق الكابوس الذي يقلق إسرائيل وقادتها، وأصبح هدف العملية تدمير تلك الأنفاق التي تصل إلى الأراضي الإسرائيلية وتتشعب داخل القطاع. وسكان غزة لا يزالون ينتظرون إنهاء هذه الحرب وعودة بعض الهدوء والسكينة بعد 17 يوما من الخوف والهرب. الرحيل والهجرة وهذا الكلام هو اللي مشي حالياً على التفاح وعلى السجعية، اللي مشي في صبرا وشتيلة وفي سنة 48. التهدئة لم تنجز بعد، والمفاوضات لا تتوقف، والمواقف لم تتبدل. العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة شرفت على نهايتها، والمعلومات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من القيادة السياسية التوصل إلى اتفاق تهدئة قبل أن يتورط هذا الجيش في خسائر أكثر في الأرواح وفي العتاد. من القدس مجد الحلبي، إم تي في. من الدوحة، رفض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أي مقترح لوقف إطلاق النار قبل مفاوضات بشأن مطالب حماس. نحن أحرص الناس على تهدئة إنسانية كما فعلنا يوم الخميس الماضي قبل أسبوع، تهدئة لعدة ساعات إخلاء للجرحى ومساعدة في إغاثة الناس. أي تهدئة إنسانية بهذا المعنى وليست التفافا على مطالب المقاومة والشعب، أي تهدئة إنسانية مدعومة ومعززة ببرنامج إغاثة حقيقي يقدم لأهل غزة، أهل غزة ونحن أحرص الناس عليها. الجميع يريد منا أن نذهب سريعا إلى
القبول بوقف إطلاق النار. نقول لهم ثم ماذا؟ قال بعد ذلك تتفاوضون على مطالبكم. رفضنا هذا المنهج، هذه الأرضية، هذه القاعدة في التحرك مرفوضة لدينا، رفضناها منذ اليوم الأول. السيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي هو الذي اتصل بوزيري الخارجية في تركيا وقطر وطلب منهما التحرك نحو حماس لإقناعها بوقف إطلاق النار. إلى ذلك أبدت الخارجية الأمريكية حزنها لقصف مدرسة للأمم المتحدة في غزة ودعت إلى حماية المدنيين، وكانت إسرائيل قصفت مدرسة تستقبل نازحين في بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى سقوط 15 شهيدا معظمهم من الأطفال وأكثر من 200 جريح. ويوم الثلاثاء تعرضت مدرسة أخرى للأونروا تستقبل لاجئين لقصف مدفعي أيضا لكن من دون وقوع إصابات. استقبل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مساء الأربعاء في جدة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يكثف اتصالاته لوقف إطلاق النار في غزة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه جرى خلال اللقاء بين الملك وبان بحث مجمل الأحداث الإقليمية والدولية وجهود الأمم المتحدة خصوصا أوضاع غزة. في التقرير الخاص الموصل مهد المسيحيين الأوائل كنائسها وأديرتها في عهدة الدولة الإسلامية نخلع عظيمة. قرعوا أجراسهم للمرة الأخيرة، أنشدوا النشيد العراقي فوق طيف الصليب المرفوع منذ 2000 عام في بلاد الرافدين قبل أن يغادروا الموصل أرض المسيحيين الأوائل على أمل العودة. المسيحية هي بنة العراق، أكثر من 35 ألف مسيحي كان منتشر بالموصل، ولكن اليوم موصل كان فرغت من المسيحيين. هذا هو دير ماركوركيس الواقع شمال شرق الموصل، أقدم ذكر تاريخي له يعود إلى عام 1710، حاليا نهب من قبل مسلحي داعش وسرق منه كل شيء. دير مار ميخائيل يقع شمال الموصل، تأسس في أواخر القرن الرابع الميلادي، يشرف على نهر دجلة، وقد قامت داعش بالاستيلاء عليه وتحطيم الصلبان. دير ربان هرمز يقع شمال الموصل، وهو من أديرة الكلدان، أنشئ في الربع الثاني من القرن السابع الميلادي، والدير في بعض عصوره نالت منه النكبات، فنهب وأحرقت مخطوطاته النادرة، واليوم لا يزال صامدا وهو تحت سيطرة الأكراد حاليا. دير مار بهنام يقع على بعد 35 كيلومتر جنوب شرق الموصل ويعود إلى السريان الكاثوليك، يقصده الناس للتعبد ولأجل الشفاء من الصرع، وقد احتله مسلحو داعش وأحرقوا أجزاء منه وحطموا محتوياته. دير الشيخ متى شيد عام 334 ميلادية، يقع في جبل مقلوب وهو من أقدم الأديرة المسيحية، وفي الدير آثار صوامع قديمة للرهبان. هذا الدير لم تصل إليه داعش وأقام الأكراد حوله حزام أمان. تقريبا 1050 عائلة يطلعون من الموصل، ولكن بقى عوائل قليلة جدا ما بين 26 إلى 30 عائلة لأسباب إما عندهم مسن بالبيت إما في مرضى بالمستشفيات. وإذا كانت بلاد الشام قبل الإسلام مملكة الغساسنة المسيحية، فإن العراق مملكة المناذرة، وهم مسيحيو بلاد ما بين النهرين قبل الإسلام، وملوك الحيرة هم من استضافوا إخوانهم المسلمين مع فجر الإسلام. تاريخ المسيحية بالعراق كنشن عليه اضطهادات كثيرة من قبل الفرس، اضطهادات تركية العثمانيين، اضطهادات من قبل الأكراد، وأيضا في 1959 أحد وجهاء العرب في الموصل كان أعلن ترك المسيحيين الموصل وإلا قتلهم، ولكن المسيحية بقت. مدينة الموصل وهي التي صدرت إلى العالم القماش الفاخر الذي عرف بالمسلين، رمت عليها اليوم دولة داعش برقعا أسودة قد لا تخرج من غياهب ظلماته في الزمن القريب. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي يواصل لقاءاته المكوكية لصياغة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يعود إلى القاهرة لبحث نتائج الاتصالات مع القيادة المصرية. للمزيد ينضم إلينا مراسل ام تي في في القاهرة هشام مهران. هشام، كل الأنظار تتجه إلى القاهرة لتطبيق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ما هي آخر المعلومات متوفرة لديك؟
وسنعود الاتصال مع هشام في سياق النشرة. سلسلة تحركات تضامنية مع مسيحيي الموصل في هذا التقرير. بدعوة من مصلحة طلاب حزب الكتائب اللبنانية، انطلقت مسيرة صامتة من البيت المركزي في الصيف نحو مبنى الإسكوا في خطوة لحث المجتمع الدولي على إنقاذ مسيحيي الموصل حفاظا على التعددية في المنطقة واستنكارا للوحشية التي تمارس بحقهم والتي لم يشهد لها العالم مثيلا منذ عقود. خطوة طلاب الكتائب تأتي ضمن سلسلة تحركات ذات أوجه مختلفة سيعلن عنها في وقت لاحق لدعم قضية المسيحيين في العراق. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، بل خافوا من الذين يقتلون الروح. بهذه العبارة حاول اللقاء الروحي في مطرانية الكلدان التخفيف من وطأة مأساة المسيحيين في العراق، مؤكدين أن داعش لا تمثل الإسلام. المتضامنون وضعوا ما يحصل في العراق في إطار حملة منظمة لتفريغ المنطقة من المسيحيين. واستكمالا للقاء في مطرانية الكلدان، توجه رجال الدين إلى صخرة الروش كوقفة تضامنية مع المسيحيين في العراق واحتراما لشهداء غزة أيضا، إذ رفعت على الصخرة لوحة تحمل أسماء الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي، فيما أكد رجال الدين على دعم المسيحيين في العراق. في العراق، أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري انتخاب فؤاد معصوم مرشح التحالف الكردستاني رئيسا للجمهورية، وجاء فوز معصوم 76 عاما بعد عملية انتخاب حصل خلالها على 211 صوتا من أصل 225، وأدى معصوم القسم أمام أعضاء المجلس خلفا للرئيس السابق جلال طالباني زعيم الحزب ذاته. في سوريا، ظهر شرخ جديد داخل المعارضة خلال الأيام الماضية غداة مواجهات عنيفة وقعت في مناطق مختلفة بين جبهة النصرة وحلفاء لها من الكتائب المقاتلة المعارضة، تسببت بسقوط عشرات القتلى حسب ما أفاد المرصد السوري. في الموازاة، أعلنت النرويج اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية بعد تلقيها معلومات تفيد عن هجوم إرهابي وشيك قد ينفذه على أرضها ناشطون قاتلوا في سوريا. السودانية مريم يحيى إبراهيم وطفلاها غادروا السودان وأصبحوا في روما حيث استقبلهم البابا. جوال أزيلي. وأخيرا خاتمة سعيدة لقضية مريم يحيى إبراهيم السودانية التي كان حكم عليها بالجلد والإعدام بتهمتي الزنا والردة، أصبحت هي وطفليها في روما. وصلت معهما صباح الخميس برفقة نائب وزير الخارجية الإيطالي لابو بيستيلي، حيث كان ينتظرها زوجها الأمريكي المتحدر من أصل سوداني ورئيس الوزراء الإيطالي الذي وصف اليوم بيوم فرح. مريم كانت أمضت شهرا في السفارة الأمريكية في الخرطوم بعدما ألغي حكم الإعدام بحقها بفضل الضغوط الدولية، ولم يتم إبلاغ وسائل الإعلام عن مغادرتها السودان إلا قبل ساعة من وصول الطائرة إلى روما. بيستيلي نشر قبيل هبوط الطائرة على الفيسبوك صورة مع مريم وطفليها مع عبارة المهمة أنجزت، فيما قال مصدر من الخارجية الإيطالية إن سمح السلطات السودانية بإيصال الأسرة إلى روما يشكل بادرة صداقة، مشيرا أيضا إلى تعاون الأجهزة الأمريكية. أفراد الأسرة الأربعة توجهوا معا إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس الذي شكر مريم على شهادتها وثباتها. وبحسب بيان الفاتيكان، فإن البابا أراد من خلال هذا اللقاء إظهار قربه واهتمامه ودعائه لكل من يعانون من أجل عقيدتهم، وخصوصا المسيحيين المضطهدين. مريم وعائلتها سيمضون بضعة أيام في روما قبل استئناف رحلتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جون كيري يعود إلى القاهرة بعد جولة لقاءات له في المنطقة لبحث وقف إطلاق النار في غزة. ومن العاصمة المصرية ينضم إلينا مراسل الـMTV هشام مهران. هشام، ماذا أولا عن تطبيق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، وماذا عن جدول زيارة كيري؟ هناك حالة من التكتم الشديد تحيط بمقابلات واتصالات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في القاهرة، والتي عاد إليها قادما من إسرائيل بغرض التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. منذ قليل وزير الخارجية المصري سامح شكري اكتفى بالقول في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، اكتفى بالقول أنه على اتصال دائم بكيري، وأكد أن المبادرة المصرية ما زالت هي الوحيدة المطروحة على الساحة، وأنها تتيح وقف إطلاق النار وفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفر أرضية للجانبين حماس وإسرائيل لطرح مشكلتهما على طاولة البحث.
وبالتالي وفق هذا التأكيد من وزير الخارجية المصري فإن المخرج الآن للوضع المأساوي في غزة يتمثل حسب ما يتوفر لدينا من معلومات في اتفاقيات ثنائية مكملة للمبادرة المصرية التي لن تتغير. هذه الاتفاقيات تتمثل في مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تقضي بوقف إطلاق النار خلال 5 أيام من إقرارها من إقرار المبادرة ورفع الحصار عن غزة وعودة الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وإطلاق سراح أعداد من الأسرى. ولكن هذه الجهود تصطدم بموقف حركة حماس حتى الآن الرافض لوقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل رفع الحصار المفروض أولا على قطاع غزة. الزميل هشام مهران من القاهرة، شكرا لك. قرر القاضي الناظر في قضايا التحقير بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نيكولا ليتيري قبول كل الدفوع الشكلية المقدمة من محامي دفاع قناة الجديد، معلنا عدم اختصاص المحكمة بمقاضاة الشركات، وذلك في جلسة للمحكمة الدولية مخصصة لبحث هذه الدفوع في قضية تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة بحق قناة الجديد ونائبة رئيس مجلس الإدارة في القناة كرم الخياط. وقد قرر القاضي ليتيري رد التهم بحق قناة الجديد. الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف يشرح للام تي في القرار الصادر بحق الجديد. أصدر القاضي المسؤول عن قضية تحقير المحكمة أصدر قرار إن المحكمة ليس لها اختصاص بقضية تحقير المحكمة ضد الأشخاص المعنويين، يعني الشركات، بالضبط ضد قناة الجديد. الاتهام اللي هو ضد السيدة كارما الخياط مستمر، بس الاتهامات اللي هي ضد قناة الجديد سقطت. فحاليا على صديق المحكمة ان هو يقدم او يعدل القرار الاتهام ويشيل منه الجزء الاتهامات اللي هي ضد قناة الجديد. طبعا ليه حق ايضا ان هو ممكن يستأنف، هيبان في الايام الجاية. بعد الاعلان استئناف الرحلات الى تل ابيب والفتاة القطة. سارقون يشوبون شوارع أنطلياس ويحاولون سرقة أحد المتاجر. هذه الصور التقطتها كاميرا مراقبة متجر بوينتور في أنطلياس. رجل غير ملثم يرتدي قفازتين ومعه حقيبة كبيرة، يبذل جهودا لكسر الواجهة الزجاجية وخلع الباب في محاولة للسرقة. المتجر كان تعرض للسرقة منذ حوالي الشهر، لكن لحسن الحظ لم ينجح السارق هذه المرة في عملياته التي امتدت من 3:30 حتى 4:30 فجرا. تمكن فقط من كسر جزء صغير من الزجاج. مرق الدورية للبلدية، برموا تخبى كل الوقت، رجع طلع بلش يكسر. كان مرتاح كتير على عمليته. نتمنى من الدولة من العسكر يعملوا دوريات فعالة. هذه كتير بتخوف. يا نحن بنعمل مبادرات شخصية لنكمش الحرامي ونروح نسلمه للدولة، يا أما حنبلش نسكر كل شيء بطون، ما عم نعرف شو بدنا نلاقي حديد ونعمل قصص حتى ما يدروا يفوتوا علينا. الشريط المصور في عهدة القوى الأمنية الآن، ولكن طفح الكي لدى اللبنانيين، فالسارقون يجبون الشوارع بارتياح شديد والمطلوب تكثيف الدوريات الأمنية لحماية ممتلكات المواطنين ومصالحهم. دعا حزب البيئة العالمي خلال مؤتمر صحفي إلى عدم استيراد المياه لأن الحلول محلية ومتوافرة، وتساءل هل من دولة في العالم تذهب مياهها هدرا وتشتري المياه من الخارج؟ استراتيجية سريعة علمية للعامين الحالي والقادم لتأمين المياه لكل اللبنانيين. ثانيا، استراتيجية طويلة الأمد من أجل رسم وتنفيذ السياسات المائية للحفاظ على الأمن المائي. أما حاليا وسريعا ومن دون إبطاء يجب البدء بالعمل لاستخراج مياه الينابيع البحرية الغزيرة الموجودة على طول الشاطئ اللبناني، وهي تعطي كميات ضخمة تفوق طلب الاستهلاك المحلي، وكلفة استخراجها أقل بكثير من كلفة الاستيراد. هل يجوز أن يتم طرح مشروع بيع المياه لجزيرة قبرص واللبنانيون عطاش؟ بل هل يجوز البحث في استيراد المياه من تركيا ولبنان عائم على بحيرة مائية؟ أعلنت دار الفتوى أنه يجب التماس هلال شهر شوال بعد غروب الأحد المقبل. والآن إلى جسد رات قسطون والصفحة الاقتصادية.
مساء الخير. بيانات نشرة بنك عودي أن لبنان احتل المرتبة الخامسة إقليميا من حيث عدد مستخدمي الإنترنت يلي زاد 19% بال2013 إلى 71%، ولا يوصل إجمالي عدد المستخدمين إلى 3.4 مليون بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات. بالنسبة لاشتراكات الهاتف الخليوي فإجمالي المستخدمين بلغ 3.9 مليون بارتفاع 4% عن 2012 وبنسبة 81 لكل 100 مقيم. إشارة أن لبنان سجل تحسن بجميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بال2013 ليتجاوز المتوسط الإقليمي. كما بيّنت نشرة بنك عودي أن لبنان احتل المرتبة الثامنة من بين 15 بلد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 77 بين 143 بلد بالعالم بحسب مؤشر الابتكار العالمي لل2014. وبيهدف مؤشر الابتكار العالمي لتحديد كيفية استفادة المجتمع من الابتكار عبر ركائز المؤسسات والموارد البشرية والبنى التحتية وتطور الأسواق والأعمال بالإضافة للناتج العلمي وناتج الإبداع. أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن تخصيص فرنسا مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 11 مليون يورو، 8 ملايين منهم تسلم للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية و3 ملايين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية. رفعت الوكالة الاتحادية الأمريكية للطيران المدني والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران الحظر اللي فرض على الرحلات من وإلى مطار بن غوريون بتل أبيب بإلغاء التوجيه الصادر إلى الطواقم، ولكن حذرت من أن الوضع غير مستقر بالمنطقة. وكانت معظم الشركات شركة الطيران الغربية تحديدا أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون لحماية سلامة الركاب. بيان صندوق النقد الدولي أن إسرائيل وقطاع غزة بيواجهوا تكاليف اقتصادية جراء الحرب الدائرة من أسبوعين، فالتكلفة المالية على إسرائيل تقدر ب 0.2% من الناتج المحلي، ترتفع إذا استمر القتال لفترة طويلة. فالاقتصاد الإسرائيلي لاسيما قطاع السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أصيبت بأضرار، وقدر تراجع العوائد السياحية بين 30-40% بفصل الصيف وإجمالي الخسائر السياحية بنصف مليار دولار. كما بيّن الصندوق أن النمو بإسرائيل بيتعافى سريعاً بعد الحرب بوقت ما بتقدر السلطات الفلسطينية تحمل تكاليف إعادة بناء البنية التحتية بدون مساعدة المانحين. تكنولوجيا، أعلنت فيسبوك عن نتائجها الفصلية للربع السابق من هالسنة بأرباح بلغت 791 مليون دولار وعائدات سجلت 2.9 مليار دولار بأعلى من توقعات المحللين. وأعلنت الشبكة أن عدد مستخدميها النشطين ارتفع من 1.28 مليار إلى 1.32 مليار بوقت ارتفعت عائدات الشبكة من إعلانات الهاتف المحمول 31% لتحقق أرباح تجاوزت المليار دولار، تمثل عائدات إعلانات الهواتف 62% من إجمالي عائدات فيسبوك من الإعلانات. إشارة أن سهم فيسبوك سجل ارتفاع بحدود 5% اليوم إلى 75 دولار و80 سنت بوقت ارتفع السهم 30% من بداية السنة. إلى جولة الأسواق مع المعادن، أسعار الذهب عم تتراجع بظل عودة الارتفاع إلى أسواق الأسهم وعودة شهية المخاطرة، والأونصة عند 1289 أو 90 دولار تقريبا بها اللحظات، بوقت تراجعت أسعار النفط بعد ما طغت بيانات بشأن ضعف غير معتاد بالطلب من شركات التكرير الأوروبية ووفرة إمدادات المعروض على أثر بيانات قوية لإنتاج المصانع الصينية. اليورو عم بيرتفع من أدنى مستوى بثمان أشهر بعد توقعات متفائلة للاقتصادين الألماني والفرنسي، وعم بحد من المكاسب مخاوف من تجديد العقوبات على روسيا ما بيضر بمنطقة اليورو، واليورو دولار عند 1.3467. نهاية الاقتصاد، منتابع ما تبقى من الأخبار. شكرا جسي. الفتاة القطة بين مرض نادر ونظرات مستفسرة. إرسوها دكاش. بدل ما تكون مثل رفقاتها وبهالعمر ترسم رسومات للبسينات وتلعب معهم، هالفتاة الصينية البالغة من العمر 6 سنين عم تتحول هي لبسينة. أهالي إحدى القرى الصينية عم بيطلقوا على هالفتاة الصغيرة يلي بغطي الشعر الكثيف أغلب مناطق جسمها بالفتاة القطة.
تشاو سين روي ساكنة بقرية تشانكشان وهي مصابة بمرض نادر جدا، هجرت والدتها بسببه بوقت عم بحاول الأب جمع مبلغ المال اللازم لعلاجها. قبل سنة بدأ الشعر ينبت بكثافة على جسم الطفلة وصار يغطي مع الوقت الجزء الأكبر من ظهرها وردفيها، كما بدأ الشعر ينمو على وجهها وساقيها ما أثار حيرة الأطباء المحليين. بتضطر الطفلة المسكينة إلى ارتداء السراويل وقمصان بأكمام طويلة لتفادي نظرات الناس، وبقول والدها قلبي بينزف كل ما بتطلع فيها. الأطباء أخبروه بالسابق أنه ما ممكن علاجها قبل بلوغ الخمس سنوات، ولكن اليوم صار عمرها ست سنين والمشكلة بتأمين العلاج هي بعدم وجود المال الكافي. وعم يأمل هالبي مع الأقارب أنه تهتم المنظمات والجمعيات الاجتماعية والخيرية بهالمسألة وتقدم لهم المساعدة اللازمة. إلى الرياضة ونجيب أعي. مساء الخير. البداية الليلة رح بتكون مع الفوتبول وتحديدا مع المباريات اللي عم بيخوضها فريق مانشستر يونايتد بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لانطلاقة الموسم بإنجلترا. رح يعاني فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على تشكيلة مثالية بظل رحيل أساطير كانوا الركيزة الأساسية على مدار العشر سنوات الماضية، وعلى رأس المدافعين فيديتش وريو فرديناند بالإضافة للمدافع الأيسر باتريس إفرا بجانب اللاعب التاريخي رايان جيجز. ورح يدخل فان جال تحدي جديد من أجل وضع البديل المناسب يلي لازم يرضي الجمهور يلي طال انتظاره ليشوف فريقه عم بيفوز. وقبل خوض المباراة الأولى بالدوري الممتاز توجه الفريق الإنجليزي للولايات المتحدة للتحضير للموسم الجديد، وبهالمناسبة استفاد لاعبين الفريق بالتنزه بإحدى شوارع بيفرلي هيلز حيث قام كل واحد على طريقته بالاسترخاء والمرح. لاعبين المدرب الجديد الهولندي لويس فان جال رح يخوضوا أربع مباريات بالولايات المتحدة بدوري مصغر، رح يجمع العديد من الفرق الأوروبية والأمريكية على رأسهم كل من لوس أنجلوس جالاكسي، أس روما، أنتر ميلان وريال مدريد. إشارة إلى أنه بمباراته الأولى سحق المان يونايتد صباح اليوم فريق الأي جالاكسي بنتيجة 7-0. سجل أهداف المباراة ويلبك هدف، روني هدفين، المدافع جيمس هدفين، ودي يونغ هدفين. منتابع مع أخبار كرة القدم، وهالمرة رح ننتقل لفرنسا تنكون مع أخبار العلاقة بنادي مارسيليا الفرنسي اللي يبدو أنه ما رح يلعب الهيئة السنة على ساد فيلودروم، وبالتالي رح منشوف أول مباراة للفريق المتوسطي على أرضه رح بتكون على أرض الخصم بملعب لاموسون بمدينة مونبلييه، وشي من بعد الخلاف الكبير يلي بعده مستحكم بين إدارة النادي وإدارة البلدية بمارسيليا حول الأجار الذي يجب أن يدفعه النادي للعب على ملعب الفيلودروم. وبالتالي إذا ما قدروا يلعب هذا الفريق على ملعب الفيلودروم رح بتكون ضربة قوية للاثنين لمدينة مارسيليا تحديدا يلي يعتبر هذا الملعب من الرموز التاريخية فيها. منتابع أخبارنا، وبختام أخبارنا رح نكون مع خبر محلي دولي بنفس الوقت مع المؤتمر الصحفي الإطلاق المهرجان المائي اللبناني الثالث يلي رح بصير من هلأ لأواخر شهر أيلول المقبل. الحضور تقدموا وزير السياحة ميشيل فرعون والعميد ركن الكولونيل أنطون عقيقي ممثلا مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد كبير من محبي هذه الرياضات المائية. والسبونسرز الكلمة الأولى كانت لمؤسس المهرجان المائي سيمو الخوري يلي تحدث عن أهمية هذا الحدث ويلي ممكن أن يخلي لبنان يكون موجود على الخارطة العالمية للرياضات المائية. ومن ثم كان في كلمة لمعالي الوزير ميشيل فرعون تحدث فيها عن أهمية التواصل بين الرياضة والسياحة والدولة اللبنانية من أجل إنجاح هيك نوع من الأحداث الرياضية الثقافية المميزة. وبالختام كان في كلمة لأنات خوري شرحت فيها كل الأهداف يلي رح بتصير من خلال هذا المهرجان المائي المميز يلي رح بيكون موجود على كامل الشاطئ اللبناني من طرابلس وصولا إلى صورة. هذا كان كل شيء، عودة لكم. شكرا. إلى ميشيل حداد وأحوال الطقس. بونسوار. أجواء مستقرة بعد مسيطرة على طقسنا، ومثل ما مبين لهلأ ما في أي موجات شوب واصلة لعنا على الأقل بالمدى القريب. اتجاه الرياح بكرة رح بيكون جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 30 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 22 و 28، ما بداخل فبتتراوح بين 28 و 33 درجة. رطوبة بعد عالية على الساحل وعم توصل ل 80%، رياح متوسطة السرعة، البحر معتدل والجو صافي إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وديعة اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من منطقة
منجز مع 24 درجة، 29 ببشم الزين، بشرة 22 درجة، 24 بفقرة، الخنشارة 26 درجة، 28 بالباروك، صيدا وصور 30 درجة، وعم تشوفوا انه الجو صافي بكل المناطق. دير ميماس 28 درجة، كمان بالمنصورة بنوصل على أعريم 31، وختام جولتنا بيكون بصفرة وبلقع مع 33 درجة. لمحة سريعة عن طقسنا بكرة وبالكم يوم اللي جايين، بكرة الجمعة مثل ما قلنا الجو صافي إلى قليل الغيوم مع حرارة بتوصل أقصاها ل 30 درجة، بتابع الطقس مستقر على هذا الشكل لنهار السبت مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة الأحد والتنين لل 31 درجة، ولكن بتابع الجو صافي ومشمس. بتمنى لكم بقية سهرة حلوة كيف ما قررتوا تقضوها، وانتبهوا على الطرقات وين ما كنتوا رايحين، وأنا بلاقيكم بكرة. نشرتنا انتهت، تابعوا دائما أخبار الام تي في عبر تويتر وفيسبوك وعبر الموقع الإلكتروني mtv.com.lb. ألقاكم أنا عند منتصف الليل. إلى اللقاء. إلى اللقاء.